الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أمر الساجدين شأنه عند العظيم عظيم، فالساجد هو أقرب ما يكون من ربه. لان السجود تذلل للقهار السجود في حقيقته يؤول في الاخره الى القرب من النبي المختار صلى الله عليه وسلم سيدنا ربيع بن كعب الاسلمي كان كثيرا ما يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يبيت معه وياتيه بوضوئه ويقوم على شان النبي صلى الله عليه وسلم وفي احد الايام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل ايطلب ما تريد يا ربيعه؟ قال بعدما فكر: اسالك مرافقتك في الجنه، ماذا تريد؟ ان يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه؟ قال: نعم، قال انه النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك شيء غير ذلك من الدنيا؟ قال: لا هو ذاك. قال صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثره السجود اذن على قدر السجود يكون القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بل على قدر السجود يكون القرب من المولى جل وعلا لان السجود لقاء خاص ما بين العبد وربه لقاء لا يمنع منه احد ولا يدخل فيه على العبد احد ولا يدري به احد وفي هذا الحال يكون اقرب ما يكون للرحمن حيث يقول جل وعلا واسجد واقترب يقول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء بل ويزداد الأمر حينما يتذوق العبد طعم السجود وطعم القرب من رب العالمين ولذلك سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا ومن ضمن هذه الثلاث السجود لله جل وعلا في آناء الليل. قال مسروق ما اسى على الدنيا من شيء الا على السجود لا اخاف ان اترك الدنيا الا لاجل شيء لاني سامنع من السجود فاذا ما استشعر هذا وزاد عنده اليقين بانه يتفاعل معه الكون في السجود لرب العالمين كما قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ها هنا يكون من المطمئنين حتى أهل الملأ الأعلى هم من الساجدين يقول خير النبيين صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، يعني أنت الإنسان لما يحمل شيء فوق طاقته تراه يئن وينازع. أطت السماء وحق لها أن تئط، لماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملكٌ واضع جبهته ساجدا لله عز وجل حتى أهل الملأ الأعلى يسجدون لرب العالمين فإذا ما أردت في حال الغم والهم أن تكون من المطمئنين فكن من الساجدين يقول رب العالمين لسيد النبيين والمرسلين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فما العلاج يا رب قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بل هذا شان النبي صلى الله عليه وسلم لما تتازم عليه الامور يقول لبلال ارحنا بها يا بلال بل هذا هو ابو ثعلبه الخشني يقول اني ارجو من الله الا يخنقني بالموت كما اراكم تخنقون إذا ماذا تريد؟ جعلها في نفسه ولم يتكلم. وفي إحدى الليالي وهو يسجد قبضت روحه وهو ساجد بين يدي رب العالمين فرات ابنته كما في حلية الأولياء أن أباها قد مات رأت هكذا في المنام فذهبت لتوقظه فوقع على جنبه ميتا وهو ساجد. فاللهم توفنا إليك ونحن من الساجدين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين